ما هو نظام العائلات؟ العائلة في بيبو لايف هي اجتماع لثلاث أنواع من المستخدمين في كيان واحد تحت إدارة قائد العائلة. نحن نعمل على تقدير كافة الجهود المبذولة من العائلات ونسعى لتقديم الأفضل لتعزيز شعور الانتماء. اضغط هنا وهنا لتكوين العائلة. عند الانتهاء من تعبئة البيانات ستتكون عائلتك. اضغط هنا للاختيار والانضمام إلى العائلة. الطريقة الأولى هي إرسال واستقبال الهدايا المخصصة للعائلات من صفحة هدايا العوائل. الطريقة الثانية هي إنهاء المهام العائلة والتي تجدها داخل صفحة إدارة العائلة. عند الوصول لعدد معين من النقاط ستحصل عائلتك على الجوائز. بالضغط على صفحة العائلة من هنا ستجد مكانا مخصصا للتفاعل بين أعضاء عائلتك. تستطيع الوصول لغرفة العائلة من خلال الضغط هنا.